الآن نتابع مع مراسلين أبرز الأحداث اليوم في بني سويف. معنا نسمة شفعي القاهرة، معنا أيضا دينا حويدق. حيث نبدأ من بني سويف، وتعلن منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو اليوم عن تعيين الإعلامية اللبنانية دارين الخطيب كسفير للفاو للنوايا الحسنة لشؤون القضاء على الجوع في منطقة الشرق الأدنى ومنطقة شمال أفريقيا. معي نسمة شفعي من بني سويف. نسمة أهلا بك، وكيف تبدو تفاصيل في هذا الخبر؟ أهلا حساني، بالفعل كما ذكرت نتواجد بمحافظة بني سويف، حيث قامت دارين الخطيب سفيرة النوايا الحسنة بمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو لشؤون القضاء على الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بجولة تفقدية لمشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذوي الأسري في مصر، والذي يستهدف النساء والشباب، وأيضا لمعرفة يعني تفاصيل مشروع تنفيذ هذا المشروع وأيضا الآثار الإيجابية التي حققها. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم معي على الهواء مباشرة دارين الخطيب سفيرة النوايا الحسنة. مرحب بك دارين. في البداية يعني لو تحدثينا من هنا من محافظة بني سويف، ما الذي رصدتيه من خلال جولتك وحديثك مع المزارعين اليوم؟ أول شيء رصدته هو أنه كنت معنا وسمعت لما أحد المزارعين قال لك أنا مش فلاح، أنا مزارع، أنا إنسان عم حسن من أرضي وعم بعمل مصاري عم بتكفيني تفوت دخل لبيتي تقدر يحسن من مستوى المعيشة. شفنا ناس بسيطين أخذوا فكرة الفاو قدمتهم إياها، طبقوها وشافوا النتيجة، وهذه النتيجة خلتهم يحسنوا من حياتهم، يحسنوا من معيشتهم ومعيشة أهلهم، وبالنهاية هذا الشيء بيساعد على القضاء على الفقر والقضاء على الجوع. يعني طيب ما هي خطتك المستقبلية يعني لتنفيذ أكبر عدد من المشاريع يعني في الخمس محافظات والمحافظات الأخرى في مصر تحديدا؟ هلأ نحن اليوم قبل ما نروح نشوف المحافظة يعني الأرض اللي زرعناها ببني سويف، كنا مع المحافظ ببني سويف وحكينا أنه كيف فينا نكبر هذا المشروع. نحن هلأ بالفاو عم نتكفل ب 300 عائلة، المشروع هو أو اللي حابين نعمله بالمستقبل أنه نكبر ونبلش من 300 ل 2000 تقريبا. هذا لحاله، هذا بهيدي المحافظة ببني سويف. هلأ حننتقل أكيد على محافظات تانية ونشوف شو الأشياء اللي بحاجة إلى المحافظات التانية كمان ونقدم لها الدعم. نحن كنا بالسيارة، كنت أنا عم تحدث مع الممثل العام للفاو هون بالمنطقة، وقال لي انه كمان لازم نتطلع على الصحة، نتطلع على التعليم، نتطلع على يعني الرصد السكاني للمنطقة. سو هيدا مش بس الفاو، هي بيكون الفاو كمان اورجنايزيشن ثانيين من اليو ان. يعني من وجهة نظرك أيضا شايفة أنه هذا المشروع يعني استطاع القضاء على الجوع، استطاع توعية أكبر عدد من المزارعين والشباب والنساء أيضا؟ أكيد. هلأ كيف هذا، كيف هيك مشروع ممكن يقضي على الجوع؟ بهذا المشروع نحن على طاولة كل شخص منا بالبيت 80% من هذه الطاولة هي عم تجي من مزارعين من بسيطين مثل اللي شفناهم اليوم. هذا المزارع لو نحن حسنا له المحصول اللي عم يطلع من أرضه، رح يصير بدل ما عم يعطينا مثلا شتلتين عم يعطينا 20 شتلة. هو عم بيطلع مدخول لبيته وعائلته، وهو العشرين شتلة عم بيساعده بالقضاء على الجوع لناس محتاجين، وهيك بصير هذه هي طريقتنا للقضاء على الجوع. أخيرا دارين، ما هي ملاحظاتك اليوم؟ شوفت هول الشباب وقد فخورين بالنتيجة اللي حققوها، وقد ايه عبالهم كمان يثبتوا حالهم أكثر ويكبروا من المشروع ويعملوا ويزرعوا أراضي تانية. هذا شيء فخر لكل حدا، وإن شاء الله تكون بس هيك it's an example، مثل لنكفي فيه أكثر بالفعل. بشكرك جدا دارين، وهذا كان لقائنا مع دارين الخطيب سفيرة النوايا الحسنة بمنظمة الفاو، وعودة مرة أخرى لك حسين. أشكرك إذن مراسلة أون لايف من بني سويف نسمة شفعي، أشكرك شكرا جزيلا.